كتبت قصة إمارات الغد في كتاب حرر خيالك الإمارات في عيونك. كتبت قصة نجومة والشيخ الأخضر في كتاب أقلام المستقبل. أنا عضو في إعلامي المستقبل وعضو في عونك يا وطن التطوعي وعضو في سفراء الأمان التابع لشرطة دبي وعضو في فريق الوطن التطوعي. هواياتي عديدة منها القراءة المعبرة وأحب الكتابة التزلج والتطوع وأحب إقامة الورشات.